الناس اللي هي عايزه تقضي يوم هي واهلها يوم صيد وتاكل سمك وتسال على الكافيتريات والمطاعم اللي ممكن يصطادوا وقعد عليها. تابعونا. السلام عليكم يا شباب، عاملين ايه؟ ازيكم؟ يا رب يكون الجماعة بخير. الناس اللي هي كانت بتسال عايزه تطلع رحلات اسريه، رحلات اسريه، النهارده انا في مكان في رشيد في اخر مصب النيل. طبعا زي ما انتم شايفين كده البحر مفتوح اهوت والمراكب كلها لسه سارحه. انا في مكان اسمه كافيتيريا البراوي او كافيتيريا البراوي، عم ربيع البراوي. المكان ده طبعا ده مطعم وكافيتيريا، لو انت عايز هو يجيب لك السمك وتحاسب على السمك ماشي، لو عايز تنزل سوق رشيد تنزل انت تشتري السمك زي ما انا ما هنعمل ان شاء الله برضو ماشي. طبعا في ارضيه خضره كده وبنقعدوا بقى بالبوص، بننزلهم على السياس والنقط والكلام ده. هو المايه النهارده واكله دود، انا ما لقيتش دود، فانا شغال بسردين كده بقى. ايه يمكن ربنا يكرمني بعروسه كبيره او اديني منقضي اليوم مع ايه، مع اهلي واخويا والاولاد وكده. ده فيديو متواضع كده، ده فيديو متواضع كده عشان الناس اللي بتسال. هنصور لكم طبعا السمك اللي انا اشتريته، هنوري لكم السيرفس بتاع الاكل وانا رامي السناره. وادعوا لنا بقى ربنا يكرمنا بسمك ان شاء الله. طبعا يا جماعه اللي عايز يقضي يوم زي هنا، ده مكان اخويا مصطفى حميده. مصطفى ما تقول لي رقمك كده بالله عليك، ولا نطلعه انا من عندي. رقمي 012 011 11 99 99 7020 مصطفى حميده. مصطفى حميده، مصطفى حميده يا جماعه في برج رشيد. اي حد عايز حاجه منه على ضمانته. والله انا من طرف سامح الخوالقه بتاع ضمانهوش هيعمل واجب، لو ما عملش واجب ترجعوا لنا. حبيبي يا حاج حبيبي، نزلها على صفحه برج رشيد على طول ان شاء الله. حبيبي يا حبيبي ان شاء الله. ازاي معلش جالك؟ سنجاب ويحيى دي؟ ما شاء الله. لا انا عملوها ماشي صواني سنجاري غالي. خلينا نظفها. بص نظفها مصطفى وبعد كده هم ايه؟ ما تقطعهاش. عمك لو عايز ممكن يعملوها لهم في صينيه كبيره زي ماشي. وهات لنا 2 كيلو بوري، كده يبقى 5 كيلو رمز. البوري بالعدد تاخده بالعدد؟ عايز تسوي تسوي؟ ماشي. البوري تاخده بالعدد عشان كل واحد واحدة ولا ايه؟ تاخدوه بالعدد؟ بالعدد احسن ليه؟ على العيال وعلى الرجاله كله؟ كل واحد واحده. انا 5 وسمح 4 9، خليهم 10 سمكات. مش ليه واحد؟ صح 10 سمكات. صح ابو يحيى؟ 7 5 مش 9 ما تخليك بقى من هنا، ما تخليك هنا بقى انت. ما اقول لك ده ايه احسن؟ ده انا بشوف ده هو يوم فرحه مصطفى، هو العيال فيه. ازيكم؟ صح؟ 3 3 9 10 كده. اسمك جميل ماشي. مش 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 طبعا يا جماعه احنا خدنا الدرقه ديت وزنها 3 كيلو وربع، خدناها ب 270 جنيه، وخدنا البوري يعني سعر 80، وخدنا السبيط سعر 170. شايفين دي هات كده مسكنا ايه ده سعر. اهو يلا تعالى هلي. طبعا انا خدت الحاجه كلها متنظفه من عند اخويا مصطفى، ومصطفى محترم يا جماعه وعلى ضمانتي، وانا ما بنضمنش حد غير لما نبقى واثق منه. ورحت بيها بقى لعم ربيعي ايه يجهزها لي. نعملوها انت شوف هتطلع معاك ايه حلو. انا عايز ناكل على مزاجك زي ما انا متعود.
الدراكه دي هتاكلوها ايه، صينيه ولا مقليه؟ وانتوا روجونا. بص احنا ماشي البصلايه وتحصوا البيض المقليه والبوري ايه ماشي. والدراكه دي يا عم ياسر ما تنفعش تجلنا منها شرختين ثلاثه. اي روج عم ياسر والنبي ابو يحيى روجوا. والحاجه عايزه البوري بتاعتها مقلي. نعم البوري مقلي واحده بس والباقي ماشي. ايوه بس بنت روري ايوه. لا هتجيب لي انت برضو رز. عايزين كام طبق رز؟ روجنا في الرز كلكم رز. ايوه روجنا في الرز. ان انا عيالي ما بتشربش رز، وانا رز وماما رز. هات لنا مثلا 6 رز بتاع 8 بالطريقه بتاعتكم دي. ماشي يا صاحبي هنروح انا بس نجيب شويه دود مشرشف كده وجاي. ماشي ظبطنا بقى وروح علينا. اه عم يحيى هنروح نجيب بقى دود وجاي. عامل ايه يا عمي؟ دي يا جماعه الاجواء بتاعت الكافيتيريا. طبعا ده مصب النيل، احنا قريبين من البحر. بنرمي انا بقى تشويح هنا مثلا باي طعم معايا. على فكرة يا جماعة أسعار الكافيتيريا يعني أسعار متواضعة خالص، يعني تعتبر كويسة والجو ممتع جدا. نتمنى إن الفيديو يكون عاجبكم. هكمل لكم بقى إيه بقية التفاصيل. خليكم معانا. المراكب سرحة بقى كلها دلوقتي، كلهم سرحين في وقت واحد. الله يسهل لهم الحال يا رب. طبعا طالعين على البحر اهو. السمك المقلي كله برق لي، والسمك مشوي بابا فين السمك المقلي؟ لا ما شاء الله اهو قدامك اهو. ده اصبر بس استنى ده سنجاري. ده طنطو مقلي سنجاري والدلع بندري. بص يا جماعه احنا كان على البركه شارين 7 كيلو سمك، طبخناهم بالسيرفس بتاعهم ورز وسلطات ب 300 جنيه. والمشروب اي مشروب في الكافيتيريا النهارده ب 15 جنيه. دي نهايه الفيديو ويا رب يكون عجبكم. تحياتي ليكم. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنساش تشترك عندنا في القناه وتعمل لنا لايك للفيديو.